يا عم سيبنا نقول الكلمتين والجملتين ونخلص يا عم. النهارده الهلال بيفرض عضلاته، بتقول لي انت اعلى مني في نسبه تسجيل الاهداف، انت اقوى خط هجوم. ده الكلام اللي بيقوله النهارده للفريق النصر. انت اتفرج على المطحنه يوم الجمعه ان شاء الله. امبارح النصر بيكسب 3، النهارده انا هكسب 8 وممكن خلاص الماتش يخلص 9. احنا لسه في اللحظات الاخيره يا عم الحاج. النهارده واللي جاب في الشوط الاولاني ما يجيبش في الشوط الثاني، ولا ايه الموضوع يا عم؟ 8-0 8-0 واحنا في الدقيقه 88 وانت عمال تتكلمني في موضوع ما يعلم به الا ربنا. بيلعب يا عم بيلعب 4-2-3-1، ده دل على الخطه، ده دل على الورق، ده اللي انت ممكن تقراه. لكن تعال شوف المركز وتشوف التمركز بتاع اللعيبه بيلعبوا ازاي. اوعى تقول لي يعني القانون بتاع الكوره والتدريب بيقول لك ان انت ما تاكلش قبل الماتش بحوالي ساعتين، لكن انت دلوقتي لما تيجي تقول لي متروفيتش ده يعني واكل له كبسه قبل الماتش، ممكن يكون كده يعني. انت بتتكلم في حاجات خارقه للقانون النهارده. يعني انت النهارده بتقول لي ان الهلال يعني بسم الله ما شاء الله اهداف كتير، اهداف كتير. انت دلوقتي المحجنه والمطحنه اللي انت شايفها النهارده دي، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ومالكم مالكم عمال يجيب في جوان؟ مالكم النهارده عاوز يتحط اسمه بالنسبه للهدافين؟ يعني هاتريك النهارده ولسه لسه 89، خلاص داخلين على اللحظات الاخيره اهو. انا موطي الصوت عشان الدنيا تتسمع، عشان الكوره بتتكلم سعودي، كره القدم بتتكلم سعودي دلوقتي. خلاص كنت بتقول ان اقوى خط هجوم النصر، لا تعالى قبل الماتش الفيصل والماتش المهم يوم الجمعه الجايه بين النصر والهلال في ديربي الرياض، النهارده الهلال بيقول كلمه كبيره قوي، يقول لك لا انا احسن منك هجوم. رتب نفسك يا عم يا عم كاسترو وشوف اوراقك بتقول ايه يا عم. غور انت ما تضايقناش، ما احنا هنقول كلمتنا وهنرجع بقى نقعد مع بعض. النهارده الدوري السعودي بيختلف عن اي دوري. مان سيتي وليفربول ما اتفرجتش عليه بصراحه، كنت في عزم ما اتفرجتش عليه، ليه ما اتفرجتش؟ وماتش يعني شكله كان رايح من اتجاه واحد وخلص 1-1 وملوش طعم. الكره الانجليزيه ما عادش لها طعم صدقني واسمع كلام. معلش انا هو ماتش مان سيتي وماتش تشيلسي اللي الواحد استمتع فيه في الكره الانجليزيه لغايه دلوقتي، لكن تعالى شوف الماتش اللي مستعدين له ومستنيينه الجمعه الجايه، وغير الماتش اللي بتاع النهارده اللي بين الشباب والاهلي. الشباب والاهلي لا ده هتكلم فيه كتير، لان الماتش ده ماتش الطار يعني، ماتش الطار اللي بتفهم كوره. لكن خش في المره النهارده في التشكيله والنهارده كانوا بيلعبوا ازاي ومش عارف فيه. النهارده انا مش عارف الحسم نازل بيلعب 4-3-3 ليه؟ انت نازل بتلعب 4-3-3 ليه؟ انت حاليا بتلعب بال 11 قدام الجون عشان تسد الفجوه اللي عماله تحصل. يعني النهارده الفجوه اللي جوه النهارده في الحزم يا عم، يعني انت في المركز الاخير وعارف ان المستوى وبتلعب الهلال وبتلعب لي 4-4-3، 4-4-3 ايه؟ 4-3-3 ايه؟ ايه؟ مش منطقي، مش منطقي اللي انت بتقوله ده. عاوز يكسب مين؟ يعني انت النهارده الحزم مغلوب من طوب الارض، والنهارده عاوز يكسب الهلال المتصدر اللي بيسعى ان هو يحقق رقم قياسي جديد. النهارده الهلال بيسعى ان هو يحقق رقم قياسي جديد، عارف ان عندك المعلومه دي ولا مش عندك؟ رقم قياسي فيه النهارده الهلال الماتش الكامل فوز على التوالي، المركز الماتش ال 12 فاضل له ماتشين ويكون حقق رقم قياسي عالمي في عدد مرات الفوز. اعلى رقم فوز على التوالي للانديه 13. النهارده لو النصر او الهلال قصدي، اما الواحد بيتلخبط، ما بيتلخبط انت ملخبطني. ما هي مباراه الجمعه الجايه الفرقتين بيستعدوا ليها. يعني النهارده انت تقول لي النصر بيلعب الاخدود، بيعمل تمرين، بيعمل بيشوف الشكل اللي هيلعب فيه، مرتب ساديو ماني وبروزوفيتش نزله في الشوط الثاني عشان مباراه الهلال اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه، والهلال النهارده بيفرد عضلاته عشان النصر يوم الجمعه. مفهومه هي، مش عايزه كلام. النهارده يعني انت دلوقتي خيسوس اللي انت ما كنتش مقتنع بيه في اول الدوري، وكنت بتقول خيسوس ده مدرب مش نافع وما عندوش اداء كوره وما عندوش وما عندوش، النهارده بقيت مقتنع بيه 100% او مليون المية، وبتقول ان خيسوس هو افضل مدرب في الدوري السعودي، صح ولا لا؟ مش ده كلامك؟ ده كلامك اللي انت بتقوله؟ طيب والشكل اللي انت وخلاص وغيرت وجهه نظرك، غيرت وجهه نظرك، وكنت بتقول ان خط الدفاع او خط الهجوم عند الهلال مش قوي. خط الهجوم عند الهلال مش اهو بيكسب 8 واحنا داخلين على اللحظات الاخيره. 8 عارف يعني 8؟ نتيجه وسكور. يعني بيقول يعني هو بالعربي كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا جاهز يا نصر. بيقول لكاسترو وكريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا وبروزوفيتش واوتافيو انا مستعد لكم، واهو الناس اللي بتجيب عنده جوان
انا خط النص النهارده مالكم بيجيب هاتريك، وممكن في الدقايق الاخيره بعد الماتش يجيب جون كمان فنحسبه له سوبر هاتريك. هيصه هيصه يعني النهارده، انت لو تلاقي ممكن الجمهور ينزل يجيب جوان جوان مع الحزم. الحزم ما اعرفش يعني، لازم يعني كان يحل الموضوع من اول جون، يحله ويرجع ورا يلعب بشكل دفاعي شويه، ينظم نفسه ما يخليش النتيجه توصل كده. 8 نتيجه كبيره يعني، ده تلت اهداف الهلال في الدوري لغايه دلوقتي، تلت اهدافه جابهم النهارده دفعه واحده. خلاص انت بتقول بقى فلان اقوى مني هجوما، لا خلاص شوف شوف النتائج عامله ازاي. فانت هتتفرج يوم الجمعه، بدا تمرين، خلي بالك تمرين بس تمرين سخن شويه. يعني اقول لك ايه، بص جيسوس قال لك كاسترو انت بتجرب في شكل معين، انا هجرب لك بقى بشكل تاني. ما الاثنين بيجربوا والاثنين بيعملوا خطط لماتش الجمعه، حتى في مباراه اسيا اللي جايه ان شاء الله باذن الله، الماتشين اللي جاي بالنسبه للهلال وبالنسبه للنصر هو استعداد لديربي الرياض، لماتش النصر والهلال، لان الماتش ده هو اللي هيتحدد مصير حاجات كتيره في الدوري، هيقول كلمه كبيره جدا. والنهارده اهو فرد عضلات يا عم، النهارده الهلال بيفرد عضلاته، مش حكايه ان هو بيلعب 4 2 3 1 لا. وبعدين انت النهارده ايه يعني، متروفيتش حط كام جون؟ جون في الدقيقه 14، وقلت هيجيب جون تاني ومش عارف. ما جابش. اعمل الفيديو بتاعي، انت زهقت يعني، زهقت من الموضوع يعني. ما احنا بنتكلم بارقام، هتكلمني بارقام انت لما تيجي تكلمني؟ لا ما يعني انت ياسين بونو كام كوره راحوا له يعني على استحياء يعني. ما فريق الحزم بيلعب 4 3 3، كل طموح النهارده الحزم عاوز يجيب جون. الحزم النهارده تحس كل امله وكل طموحه انه يحط جون، انه يوصل لمرمى، ومش شاغل نفسه ان هو بيدخل في جوان. يعني الحزم حياته يعمل يا عم ده، الحزم بيلعب على ارضه وسط جمهوره. يعني انت بتلعب قدام الهلال المتصدر، اللي احنا شفنا فيه فرق كبير جدا في الفتره اللي فاتت في اداء الهلال، بدا يتطور وبدات الرؤيه توضح، وبدانا نشوف جيسوس ولا خيسوس اللي الواحد متلخبط في اسمه اصلا، مره يكتبوه جيسوس ومره يقولوا خيسوس، ومره احنا انا مش عارف اسمه الحقيقي. يعني المدرب حتى بيلعب بيك باسمه، بيدخلك شمال ويمين في اسمه. فانت النهارده بتتكلم على عبقريه كوره بتتقدم قدامك، وفرق بتستعد لبعضيها من خلال مباريات تانية. يعني الهلال بيوصل رساله للنصر، والنصر بيوصل رساله للهلال من خلال مباراته مع الاخدود، والنهارده الرساله قويه من خيسوس. انا اتفرجت عليك امبارح، درست انت عاوز تعمل ايه، لا طب بص انا بعمل ايه. على الورق، الورق بيتكلم، وزي ما قلت لك الكوره بتتكلم سوري. اعمل فيديو، الفيديو ما خلص يا عم، الفيديو ما خلص. وكل المطلوب يا جماعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عشان وجعلي دماغي، لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانا مستنيكم زي ما انتم مستنيين في ماتش يوم الجمعه. سيبك بقى من الماتشات اللي احنا بنهرج دلوقتي، الهلال والنصر دلوقتي بيهرجوا، ماتشين بتوعت امبارح والنهارده ده تهريج. كل اللي احنا مستنيينه الماتش الجاي 9-0، يا خبر 9-0، مين اللي جاب الجون الثاني؟ 9-0، ما اقول لك ايه يعني، 9 يعني احنا لسه بنخلص في الفيديو والدقيقه الخامسه بدل 9، ما انا مش عارف انا هاني الفيديو، انا ازاي كفايه 9 ونتفرج على الماتش اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.